الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أما بعد فنقول للعريسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وما لديه من مشاعر صرتها في هذه الأبيات. لا 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 لي لا لا لي لا 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 لي لا لا لي لا 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 لي لا لا لي لا 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 لي لا لا لي لا 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 أحمد الله تعالى واشكره والتجي له عد مر الزمن والوقت صبحه وليله، ثم صلي على راعي الصفات النبيله احمد الهاشم المختار خير البريه. سلامي سلامي يا سلامي سلامي للرجال الكرام، ابن الرجال الكرام من هال الشان واللي حاضرين المقامي، أتقدم من أعماقي بحر التحية باسم شمرنا سلم يا رموز النواشر، يا سلامي عدد غيث السحاب النواشر، والبيارق على صف النشام نواشر، والكرم والجمايل والشيم ناشرية، وعلى الشيخ ابن عبد الكريم خوانه أهل القدر وأهل المنزلة والمكانة، اسمهم بين شيخان البلد لحصانة، طابع الملوفة بين الرجال